بسم الله الرحمن الرحيم. لو حد منكم اتكتب له دواء سعره 2300 درهم يا ترى هيجيب ولا لا؟ لو انت كصيدلي وكتب لك في الروشتة دواء اسمه زولير سعره 2300 درهم والعيان سألك يا دكتور هو ليه غالي كده وبيشتغل ازاي؟ لو اتفرجت على الحلقة دي اكيد هتعرف تجاوب على السؤال ده. خلينا نجيبه ونعرف مع بعض ايه هو الزولير، بيستخدم ازاي، ايه الحاجات المميزة فيه، وكمان ايه الجرعات بتاعته. يلا بينا نجيبه ونعرف. انا ابو بكر وانت بتتفرج على من عرف. يلا بينا. الزولير هو دواء مخلق جينيا، المادة الفعالة فيه اسمها أوماليزوماب. المادة دي بتستخدم في علاج ايه؟ بتستخدم في علاج ثلاث حالات. اول حالة هي الحساسية التنفسية اللي هي الأزمة من سن 6 سنين فما فوق، بتستخدم في حساسية الجلد اللي هي الإكزيما، الحساسية المزمنة من سن 12 سنة فما فوق. الحالة الثالثة هي بتستخدم في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمنة من سن 18 سنة فما فوق. بيفكرك بحاجة صح؟ بيفكرك بدواء اتكلمنا عنه اسمه الدوبيكسنت، لكن هنعرف مع بعض هو ايه الفرق ما بين الزولير وما بين الدوبيكسنت. خلينا الأول نشرح للناس اللي ممكن تكون أول مرة بتتفرج على دواء مخلق جينيا بيشتغل ازاي، خصوصا ان ده دواء بيعتبر هو انتي بودي. انتي بودي يعني أجسام مضادة. طب يعني ايه أجسام مضادة؟ تعال اشرح لك. لما بيخش جسمك غبار او حبوب الطلق او الحاجات اللي ممكن تسبب الحساسيه او اي حاجه من الحاجات دي، الجسم بيبدا يفرز حاجه اسمها اميونو جلوبولين A. زي ما انتم شايفين في الفيديو، يمكن الفيديو يوضح اكتر في الموضوع ده. الاميونو جلوبولين A دي بتروح ترتبط بنوع معين من خلايا المناعه، مجرد ما ترتبط بيها تبدا تفرز او تبعت رسائل. الرسائل دي بتكون عباره عن بروتينات اسمها ايه؟ اسمها الانترليكن. طب اللي احنا بنختصر لها بالاي ال، والاي ال في منها كتير 12 23 4 7 على حسب هي موجوده فين بتبدا تروح. على حسب مثلا ممكن تروح للانف، ممكن تروح للصدر، ممكن تروح وتفر على الجلد، فتبدا تعمل الموضوع ده. مجرد ما بتروح هناك بتبدا تخلي او تدخل الاماكن دي في نوع من الالتهاب. الالتهاب دي هي الرساله اللي جهاز المناعه بيبعتها للجسم عشان الجسم يبدا يحس ان هو تحت اتاك، تحت هجوم، فيبدا كل الجسم يبدا يشتغل، وده كويس جدا. لكن في الطبيعي ان مجرد ما المسببات دي تختفي ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الجسم يبدا يهدى ويروق، لكن مش ده اللي بيحصل مع حالات كتير. خلايا المناعه بيحصل فيها نوع من الاختلال، وبتبدا تتخيل ان في نظريه مؤامره، ان لسه الكائن الغريب ده لسه موجود، وتستمر في إفراز البروتينات، وتستمر البروتينات إنها توصل للأماكن، وتستمر في إن هي تهيج الجسم وتبدأ تعمل الالتهاب، فيبدأ يزيد العطس، يزيد الزكام، يزيد عدم التنفس، تزيد الإكزيما، تزيد أعراض كتير. وهنا كان لازم ندخل الزولير. طيب الزولير بيشتغل ازاي؟ انا عندي حل من الاثنين، يا اما اروح امسك الانترليكن، امسك البروتينات دي اللي بتعمل لي الالتهاب وده الدور اللي بيعمله الدوبيكسنت زي ما خدناه قبل كده، او امسك الباشا الكبير، امسك الاميونو جلوبولين وهو ده دور ايه؟ الزولير. الزولير بيروح ماسك الاميونو جلوبولين A اللي هو يمكن ده الوحيد اللي متوافق عليه ان هو بيمسك الاميونو جلوبولين A. مجرد ما امسك الاميونو جلوبولين A اللي يحصل خلاص مفيش بروتينات بتبدا تطلع، مفيش التهاب بيبدا يحصل، الجسم يبدا يخش في حاله راحه. طيب ده بالنسبه لدور او شغل الزولير. طيب اصدقائي الاعزاء صيادله الجمال، خلينا نفهم مع بعض حاجه. الجرعات بتاعته في منه جرعات 75 وفي منه 150. بيجي منه يا اما حاجات معبئه ممكن تستخدمها على طول تحت الجلد، او بيجي كفايل زي ما انتم شايفين تاخد بالسرنجه وبتدي. علشان نضمن الجرعات، الجرعات لازم بتتاخد على حسب الحاله وعلى حسب كمان العمر. اوكي طيب في الاغلب احنا بندي جرعات زي 200 ملي جرام لودنج دوز في الاول، وبعد كده بناخد 150 ملي جرام. كل قد ايه بالظبط يا احمد؟ كل اربع اسابيع. كل اربع اسابيع بناخد قد ايه؟ بناخد حقنه تحت الجلد. طيب هستمر عليها قد ايه؟ هاخدها ازاي؟ ده بيكون على حسب الحاله وعلى حسب استجابتك للزولير. دكتور ممكن يخليك تمشي عليها 3 شهور 6 شهور، وممكن يقول لك لا والله هي مش مناسبه ليك، ممكن ناخد حاجه ثانيه. الموضوع خلص. لازم اقول لكم ان الزولير من الحاجات ليه غالي، لانه مخلق جينين بيشتغل على حاجه معينه، بدل ما اقعد استخدم في انتي هيستامين واقعد استخدم في ادويه نيبولايزر وكورتيزون و و و ولا لا، بستخدم حاجه بالتارجت او بتستهدف حاجه معينه في جسمك اللي هي المسبب الاساسي، وانا كده ببقى ارتحت.
عشان كده سعرها غالي بزيادة. الدواء ده لا يصرف إلا بوصفة طبية ولا يصرف إلا تحت إشراف طبيب أو صيدلي متخصص. وبس كده، دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. إحنا دلوقتي بقينا عارفين الزولير وعارفين الدوبكسنت وعارفين حاجات كتير جدا. ربنا يخلينا منعرف ونعرف أكتر حاجات كتير. ياريت تقولولنا إيه اللي ممكن نتكلم عنه، هل حلقات منعرف بتفيدكم فعلا ولا؟